شوفوا ما شاء الله النحل نشيط اليوم، قاعدين يعبون الخلايا هذه الدائرية، إذا يمديكم تشوفونها قاعدين يعبونها ما شاء الله. حطيت لهم اليوم خليط سكر ونشا وكركم، لأن الكركم ريحته زينة، هم يحبون الأشياء اللي ريحتها زينة. وخلطتهم بموية وحطيتها لهم عشان ياكلونها طبعا. وانا اقرا عن النحل، تجارب النحالين، لقيتهم يحذرون من الفراشات، يقولون انتبهوا الفراشات دائما يستهدفون خلايا النحل عشان يشربون العسل حق النحل. المهم واكتشفت هذه الاخت مسنترة فراشة، هذه دخيلة ها؟ اي دخيلة، تنتظرهم يروحون وتاكل العسل حقهم. بس ما طاوعني قلبي أشيلها، يعني في النهاية هي فراشة جميلة. أشيلها؟ لا لا خلها، والأكل وفير يتسع للجميع، خلها رزقها. شوفوهم ما شاء الله بطونهم ممتلئة، وإن شاء الله بعد بتعلم أكثر، بقرأ عنهم أكثر، أشوف وش ياكلون، وإن شاء الله أحسن لهم البيئة حقتهم.